أهلا بكم مشاهدي قناة السعيدة إلى حلقة جديدة من البرنامج. وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعل مضيئا في المجاريح وطني وطني الغالي وطني. أهلا بكم من جديد. يترجل المشهد السياسي الوطني نحو بوابة عهد يبلسم الأوجاع في حلم اليمنيين، يحرر المشهد من قيود أثقلت كاهل الوطن. هكذا رسم الوطن حلم اليمن ونسج مشهد التغيير على ضفاف البوابة الانتخابية. ساعات ويغازي العاشق الوطن صناديق الاقتراع نحو السفر إلى آفاق الاصطفاف الوطني لإعادة بناء منظومة الدولة. غدا لليمن مشهد عرسه الانتخابات الرئاسية المبكرة ونبضه كل أبناء الوطن المشاركين في إنجاح هذا الحدث الوطني الهام. معاذ منصر والتفاصيل. بعد ساعات من الآن سيقول اليمنيون وداعا لعهد المناورات والصراعات السياسية، وداعا للفرقة والاقتتال، ووداعا لمسلسل طويل من الإقصاء والتهميش. ساعات قليلة تفصل اليمنيين عن موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، موعد تاريخي بامتياز لطالما ظل اليمنيون ينتظرونه على أصابع أقدامهم. غدا هو 21 فبراير، وغدا ستطوي اليمن عاما من الأحداث والتضحيات والنضال لاستقبال عهد جديد ستتبدل فيه الحسابات والمواقع والمواقف. محطة قادها السياسيون بنوع من الصبر والتحمل والعنا، ودفع ثمنها شباب الثورة السلمية الذين وحدهم من رسموا ملامح هذا الطريق الذي يتقدمه مرشح التوافق الوطني عبد الرب منصور هادي. بعد أن أجمعت كافة الأطراف السياسية على أنه رجل المرحلة الانتقالية، كان ذلك بتأكيد وتأييد من قبل الأشقاء الإقليميين والأوروبيين والأمريكيين الذين سيسجلهم التاريخ غدا في قائمة السلام. السلام الذي لا بد أن يأمن عليه جميع الأطراف المتوافقة، وعلى أن تفسح لهذه طريق عزائمه الوطنية لتحقيق ما يطمح به ويطمح له الشعب، ألا وهو دولة مدنية حديثة تبدأ بحسم كافة القضايا العالقة والمرحلة، مرورا بتحقيق العدل والمساواة، وصولا إلى توفير الأمن والاستقرار والحرية، بما يضمن تحقيق إعادة بناء منظومة الدولة المحددة بمرحلة انتقالية مدتها عامين. وهي تحديات كبيرة تتطلب تكاتف الجهود من قبل جميع اليمنيين والسير في طريق يمني موحد يخلو من الانقسام والمماحكات، طريق لا يعرف إلا الشراكة الحقيقية والعمل من أجل الوطن. معاذ منصر لبرنامج أصداء اليوم. وللحديث في هذا الموضوع ينضم بداية إلينا الدكتور نبيل الشرجبي، أستاذ إدارة الأزمات في جامعة الحديدة. أهلا بك دكتور نبيل. أهلا وسهلا دكتور نبيل. الرهان على الانتخابات الرئاسية من أجل التغيير، كيف تشخص هذا التلازم في المشهد الوطني؟ بكل تأكيد ربما في أول مشهد أو في أول منظر أستطيع أن أؤكد وأقول أن جميع اليمنيين ينظرون إلى طريق واحد وينشدون هدف واحد. هذا الهدف أو هذا الطريق الذي ننشده جميعا هو جاء بفضل التضحيات البطولية والعظيمة، ربما من الشباب ذوي الأعمار الصغيرة ولكنهم أصحاب الأعمار العظيمة والكبيرة، ولولا تضحية هذا الشباب لما كنا وصلنا إلى مثل هذا اليوم. بكل تأكيد الانتخابات هي بوابة جديدة، هي بوابة اليمن، هي سوف تسقط كثير جدا من الرهانات التي راهن عليها سواء الأطراف الداخلية والخارجية. هي عملية انقطاع كامل مع ما كان في المرحلة السابقة، هي عملية تحول مجتمعي إلى الأفضل. لكن المخاوف ما زالت إلى يومنا هذا، هي ربما الملف الأمني والملف الاقتصادي، ربما هي قد تعمل على تشويه صورة هذا المنظر الجمالي أو هذا المنظر الرائع الذي نتمناه جميعا، وخاصة أن الفترة الأخيرة ارتفعت وتيرة الأعمال الأمنية بشكل ملفت للنظر. هذا قد يجعل نحن نقسم الجمهورية اليمنية إلى 3 مناطق. المنطقة الأولى هي المنطقة الآمنة والمنطقة الخضراء التي سوف تجري فيها الانتخابات كل سلاسة وكل هدوء، وهناك منطقة أخرى هي المنطقة الرمادية التي قد تعرقل الانتخابات أو قد تتأخر الانتخابات قليلا ولكنها تجرى، وفي اعتقادي هناك منطقة ثالثة أخيرة وخطيرة وهي المنطقة السوداء التي لن تتمكن سواء اللجنة أو المواطنين من الأدلاء بأصواتهم. وأتمنى خلال 10 ساعات المتبقية أن يتم التغلب أو تجاوز هذه المنطقة السوداء.
طيب دكتور نبيل، اصطفاف سياسي ووطني حول شخصية المرشح التوافقي عبد ربه منصور هادي، إلى أي مدى يعكس هذا الاصطفاف قدرة اليمنيين بشكل عام على مواجهة التحديات القائمة برأيك؟ بكل تأكيد الاتفاق على بناء نظام سياسي جديد ربما هي العملية الأصعب في عملية خلق سياسي جديد. هذا ما اتفق عليه اليمن، ومثل ما الآن قد أصبحت تجاوز هذه المرحلة ولم يبقى إلا عملية الدعم لهذا المرشح. ربما قد تكون الحملة الانتخابية التي قامت بها النائب أو المرشح الرئاسي القادم قد خلت من حمل أي شعارات أو الالتزام بأي التزامات تجاه المواطن اليمني، سواء القضاء على الفساد أو محاربة المحسوبية أو 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 إلى أشياء ملفات كثيرة جدا. لكني في اعتقادي من ما يطمع إليه اليمنيين، وخاصة في ظل الدور الذي سيقوم فيه رئيس الجمهورية القادم عبد الرب منصور هادي، ووفق الآلية الخليجية التي سيصبح هو عملية الميزان أو كفة ميزان المرجحة لكل الأعمال التي يطمح لها اليمنيين، أتمنى أن يكون على قدر هذا التحدي. وأيضا أتمنى من جميع اليمنيين وخاصة الشباب أن يدعموا هذا الرجل خلال المرحلة القادمة لنتمكن من تحقيق كل الأهداف التي خرجنا من أجلها والتي نظرنا من أجلها والتي قدم الشباب تضحيات كبيرة من أجلها. طيب أنت تخوف دكتور نبيل من الوضع الأمني، يعني وقسمت اليمن وزعتها إلى 3 مناطق كما قلت، منطقة خضراء ورمادية وسوداء. إذا ما تحدثنا أو طلبنا منك قراءة مبكرة للمشهد الانتخابي بشيء من التفصيل، ما هي قراءتك المبكرة؟ بالنسبة للقراءات نحن بحسب الدعاية الانتخابية التي تمت أنا لدي بعض التفاصيل. في الأول أنا ربما كان لدي تحفظ على المبلغ الذي وزع في العمل الانتخابية أو الدعاية الانتخابية 6 مليار، وربما نحن كنا في حاجة إلى هذا المبلغ الكبير والضخم جدا لتوجيهه إلى بعض المشاريع، وربما الآلية التي تم اعتمادها ان احنا نتم الانتخابات عن الصناديق ربما هي عقدت المشهد الامني بشكل كبير جدا، وربما لو كانت اكتفت اللجنه بالتصويت عبر الاس ام اس او عبر الرسائل ربما كنا وفرنا مثل هذه المبالغ، بل وادخلنا الى خزينه الدوله ايضا مبالغ هي هامه في المرحله القادمه. الدعايه الانتخابيه كانت بشكل ملفت ورائع وكثير جدا في 3 مناطق، وهي منطقه تعز وعيد أمانة العاصمة، على اعتبار أن الكثافة السكانية، الثقافة، التعليم وجد فيها بشكل كبير جدا. عندنا هناك مناطق صنعاء، صعدة، عمران، أبيان، الضالع، المهرة، ربما هذا كان في اختفاء كبير جدا للدعاية ولم نشهد أي نوع من أنواع الدعاية. وبقية المناطق شهدنا بعض الدعاية الخفيفة لهذا المرشح، وهي المنطقة الرمادية الذي قصدت بها في كلامي. أشكرك جزيلا دكتور نبيل الشرجبي، أستاذ إدارة الأزمات في جامعة الحديدة. ينضم إلينا أيضا الدكتور عادل الشجاع، المحلل السياسي. أهلا بك دكتور عادل. دكتور عادل. نعم. أهلا بك دكتور عادل. أهلا وأهلا، مساء الخير. غدا سيذهب اليمنيين إلى مراكز الاقتراع لانتخاب المرشح التوافقي عبد ربه منصور هادي. برأيك ما هي أو ما هو المتغير في المشهد نحو ضمانات تنفيذ المبادرة الخليجية وإخراج الوطن من كل أزماته؟ المتغير هو أن الناس رضخوا في نهاية المطاف لدعوة الحوار التي كانوا يرفضونها، ورفعوا شعارات معادية لفكرة الحوار وفكرة تسليم السلطة إلى أيد أمينة والمقصود بها الشعب. ويوم غد هو يوم الشعب، وهو الذي يمثل في حقيقة الأمر المرجعية الأساسية لتقديم حكامه ولإعطاء المشروعية لهم. أنا أعتقد أن هذا هو المتغير الحقيقي الذي فرض على كل القوى الرافضة لفكرة الحوار والرافضة أيضا للعودة إلى صناديق الاقتراع والرافضة للعودة إلى الشعب، أنها رضخت في نهاية المطاف وآمنت بأن الحوار هو المرجعية الرئيسية وبأن الشعب هو الوحيد المخول بتصعيد حكامه، وهو المخول أيضا بأن يقول من الذي يحكمه. طيب الأطراف السياسية بهذا المتوافق الآن والمجتمع حول شخصية المرشح التوافق عبد ربه منصور هادي، بهذا الاتفاق برأيك هل لهذه الأطراف السياسية أن تتجاوز تداعيات المواجهة نحو مسؤولياتها القادمة، أم أن للمعطيات وللواقع قراءة أخرى؟ الحقيقة أنه هناك قراءة أخرى، ولكن يعني أنا أتمنى، والأمنيات في كثير من الأوقات لا تتحقق، أتمنى على هذه القوى السياسية ألا تضخم فكرة الدعاية الإعلامية بهدف أنها تريد الاستحواذ
على النائب. أنا أريد من القوى السياسية أن تعيد قراءتها خلال الماضية، وكيف كانت هذه الأزمة قاتلة في الإطار السياسي وفي الإطار الاجتماعي والاقتصادي لهذا الشعب والبلد، وعلى هذه القوى السياسية فعلا أن تتجاوز كل هذه الخلافات وتجعل صراعاتها في الإطار السياسي حتى تتمكن فعلا من الوقوف إلى جانب النائب، لكي يتمكن النائب من إخراج البلد من هذه الأزمة، لأن تداعيات الأزمة ما زالت أخطر من وجهة نظري في المرحلة القادمة إذا لم تخلص هذه القوى السياسية النوايا لإصلاح الوضع المتردي ولإصلاح الوضع الاقتصادي وللوقوف إلى جانب المواطن اليمني الذي يحلم بالكهرباء ويحلم بالغاز ويحلم بلقمة العيش، وهي أمور أساسية يفترض أن يكون قد تجاوزها المواطن اليمني. طيب دكتور عادل، بالنسبة للمشاركة والمقاطعة في الانتخابات، هل برأيك ستشكل عنصر فرز سياسي للمشهد القادم؟ أنا أعتقد بأن الأغلبية الصامتة هي التي سوف تتجه غدا إلى صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى القوى التي كانت تراهن على فكرة الحوار، وكذلك أيضا القوى العقلانية الموجودة في الأحزاب السياسية. كل هذه سوف تذهب إلى صناديق الاقتراع وسوف تدلي بأصواتها. هناك تيار، هذا التيار في حقيقة الأمر لا يعول عليه، بدليل أنه لم يتخذ فكرة المقاطعة على أنها حق ديمقراطي، ولكنه لجأ في بعض الأماكن إلى استخدام القوة، يدل دلالة واضحة على أنه ضعيف، وضعفه هذا لن يمكنه فعلا من إعاقة مسيرة العملية الانتخابية يوم غد. أنا أتوقع أن يكون هناك نسبة كبيرة من المقترعين، خاصة وأن الأغلبية الصامتة التي لم يؤخذ برأيها هي غدا سوف تقول رأيها، بالإضافة إلى الجماعات الكبيرة التي كانت تراهن على فكرة الحوار وعلى مسألة الديمقراطية والانتخابات. طيب، وبعض القوى السياسية التي رغبت في نهاية الأمر إلى أن فكرة العودة إلى صناديق الاقتراع والعودة إلى الشعب هي المرجع. بالنسبة للتيار، بالنسبة للتيار الذي سيقاطع، أنت يعني تقصد الفصيل من الحراك الجنوبي والحوثيين، أم تقصد آخرين؟ بالضبط، وهؤلاء لا يشكلون قوة حقيقية في حقيقة الأمر، وأعتقد أن استخدامهم في بعض الأماكن للقوة يدل دلالة واضحة على ضعفهم، وبأنهم لن يشكلوا أي نسبة تذكر في إطار المقاطعة. أشكرك جزيلا دكتور عادل الشجاع المحلل السياسي. جاهزية المشهد الانتخابي ارتسمت معالمها في المراكز الانتخابية لاستقبال الهيئة الناخبة في عموم دوائر اليمن. اليوم عقد المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات بمشاركة وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان للحديث عن الاستعدادات لبدء عملية الاقتراع والتجهيزات الأمنية. أصداء اليوم يستعرض المؤتمر الصحفي في التقرير التالي. هنا في مؤتمر صحفي لوزير الداخلية وعدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، تحدث الأول عن الاستعدادات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية في مختلف مناطق البلاد، مؤكدا على أن جميع الأجهزة الأمنية تستشعر المسؤولية تجاه الانتخابات الرئاسية المبكرة وتهيئة الأجواء أمام سير هذه العملية بكل هدوء واستقرار. نحن اتخذنا منهجين أساسيين في العملية الأمنية، أولا تأمين العملية الانتخابية حسب الإجراءات المعتادة بإيجاد اللجان الأمنية مع كل صندوق انتخابي حسب المعتاد، ثم أضفنا على ذلك أننا عملنا على إجراء أمني وقائي بالاستعدادات الأمنية لمواجهة أي طارئ ولمواجهة أي جماعات يمكن أن تخل بأمن الوطن. لدينا استعدادات أمنية وخاصة في المناطق التي فيها أو يحتمل أن يكون فيها شيء من الإرباك لمواجهة مثل هذه الظروف الطارئة، ونسأل الله عز وجل ألا يوصلنا إطلاقا لاستخدام هذه القوات الطارئة الأمنية.
اللجنة العليا للانتخابات هي الأخرى تطرقت إلى مسألة الاستعدادات والإجراءات التي تقوم بها اللجان الانتخابية في الميدان على أكمل وجه، وبما يضمن مرور مرحلة الاقتراع بسهولة ويسر. فهم يتابعون مجريات هذا الأمر عن كثب ويقولون إن الأمل كبير، وإنه ما يجب على أبناء الشعب إلا أن يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، مشيرين إلى جانب من كيفية عملية الاقتراع وسهولة الأمر. اللجنة قد يسرت كل سبل النجاح وعممت بالوثائق الرسمية التي تصلح لأن تثبت شخصية الناخب بسهولة ويسر، ووسعت في مفهوم الوثيقة الرسمية بحيث يتمكن الجميع من المشاركة. الجميع يؤكد هنا على أن الانتخابات ستسير بهدوء ودون عراق. المؤشرات على الأرض حتى الآن تبعث الارتياح والرضا، وتؤكد على أن الشعب بات مدركا تماما لنتائج هذه المحطة التاريخية التي ينتظر الجميع عبورها إلى مربع آخر، ألا وهو مربع التحول الديمقراطي لا مربع المناورة هذه المرة. اختزل المشهد الجماهيري اليوم في ملعب علي محسن مريسي إصرار اليمنيين على تجاوز محنة الوطن على قارب الاصطفاف الوطني نحو الانتخابات الرئاسية المبكرة بالمرشح الوطني التوافقي عبد ربه منصور هادي، مشهد اندمجت فيه كل الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية والمهنية، جسدت كل الوطن في لوحة تستحق القراءة وثبات المشهد. صالح الضالعي والتفاصيل. توافد المواطنون منذ الساعة الأولى لصباح اليوم لحضور المهرجان الجماهيري لمرشح التوافق الوطني عبد رب منصور هادي الذي دعت إليه اللجنة الانتخابية المشتركة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. يقول عنه المشاركون بأنه إذان واستعداد لليوم التاريخي الفاصل الذي معه يرى اليمنيون بدء التغيير نحو بناء جديد ديمقراطي تسوده العدالة والشراكة والمواطنة المتساوية، وتصان فيه الحقوق وتحمى الحريات، وينعم فيه جميع اليمنيين بالحرية والأمن والاستقرار والعيش الكريم. إن المملكة الاستثنائية التي يمر بها الوطن يجب علينا جميعا العمل والتكاتف والتآخي حتى نكون بالوطن اليمني وطن الأمن والأمان. مهرجان توافقت فيه كل الرؤى على أن المرحلة القادمة استثنائية ليعبروا من خلالها عن كسر المستحيل وليبنوا بعزيمتهم لبنة وطن جديد. أبى رجاله وساسته إلا أن يكون لهم في واقع الغد بصمة يدعون من خلالها كل يمني شريف ليثبت دوره. احنا حضرنا اليوم نشارك بالمهرجان لنجنب اليمن ولاية الحروب، و مؤيدين المناضل المشير الركن عبد الرب منصور هادي، وهو رجل وطني ويحب الوطن، والحروب والفتن مش مصالح احد. نحن هنا بصفتنا كدور للمرأة، خروجنا الى الساحات للتغيير، ومشارك يجب ان يكون لنا بصمة في مشاركتنا في مشاركة في بناء الدولة المدنية الحديثة. ادعو كافة ابناء الشعب اليمني عظيم رجال ونساء للتوجه لهذا الاقتراع، كوني هذا عرس ديمقراطي يشرف جميع ابناء الوطن. مهرجان خطابي حاشد توافقت فيه كل القوى حضورا كتوافق الدولة والمرشح، فلم يعد امام هذا الالتفاف سلطة او معارضة، بل عمد الجميع هنا الى الالتفاف حول مرشحهم التوافق القادم من ثنايا حقبة استثنائية لتشرق على اليمن من هنا شمس جديدة فيها يتوق اليمنيون صغارا وكبارا إلى إنعاشه من مرحلة الركود. كل ساعة تمثل حكاية، وكل لحظة تعتبر فاصل وتحول تدور معه عقارب الوقت، ليلبس اليمن عاشية الغد حلة جديدة لرئيس جديد وواقع يتمناه اليمنيون أن يكون أجل. معا نبني اليمن الجديد، يبقى لهكذا شعار الزمن الفاصل ساعات ليقول أبناء اليمن نعم الرئيس المنصور هادي، عهد جديد لأمة اختارت لنفسها منطق العقل. صالح الضالعي لبرنامج أصداء اليوم.
ساحة التغيير وشباب الثورة وحلم بناء الوطن والوهج الزاحف على بساط الوطن نحو صناديق الاقتراع، كل تلك المعالم امتزجت مشاهدها في عزيمة شباب الثورة من أجل مشاركة ناجحة في إنجاح الانتخابات. المزيد في التقرير. نام فعلهم الثوري على طمأنينة صباح الغد 21 فبراير، صباح يغدون فيه كما يقولون على إشراقة اليمن الجديد، وكل الشرائح الاجتماعية الحاضرة في ساحاته بات حضورها انتظارا لتلك اللحظة التاريخية الفارقة، وهي لحظة الإدلاء بالأصوات والتصويت للمشير هادي وعلى الشرعية الثورية حسب قولهم. المحبة، الإخاء، التكاتف، وهذا هو منبع الوحدة ومنبع القوة. لا تقاس البلدان بما تدركه من موارد طبيعية أو بما هي عليه من موقع جغرافي أو مساحات شاسعة، بل تقاس بما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة ومجتمع متحابب متماسك متفاني كل المحلات. لقد تغير كل شيء في خطابهم وفعالياتهم، فعلى القول ليس لعبد رب منصور هادي منافس إلا اليمن. وفي فعالياتهم تعد فعاليات الترغيب والترهيب بالانتخابات وقانون الحصانة والضمانة وآمنوا بها، وبات حديثهم اليوم لما بعد الانتخابات والعدالة الانتقالية وتحديات المرحلة المقبلة. محاور الندوة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية، وأيضا عن مناهج العدالة الانتقالية ودور العدالة الانتقالية في تحقيق السلام الاجتماعي. وأردنا من خلال هذه الندوة أن نشير إلى مشروع القانون وكيف ينبغي تطبيقه، لأنه يتطلب مناخ ديمقراطي ويتطلب بنية ديمقراطية وانتقال، لأنه العدالة الديمقراطية لا تكون إلا عندما ينتقل من مرحلة استبدادية إلى مرحلة ديمقراطية. وربما لم يعد لدى شباب الساحات متسع للاستماع، لقد قضوا عاما في خيام التلقين السياسي الثوري، فلم يجدوا من القول أصدقه إلا كلمة واحدة استدرجوا إليها وآمنوا بها الآن: نعم لعبد رب منصور هادي. هنا المعاقون يستعرضون بصماتهم الثورية في فعاليات بصمة معاق في الثورة والانتخابات. الثورة أيضا إلى المعاقين إعاقات، لم تقتصر على الإعاقات، والذي أضافها بالأخص ليست الثورة وإنما هو جرائم النظام البائد. وهكذا يتقدم ثوار التغيير كرصيد إضافي في جعبة هادي الرئيس اليمني 11 القادم وفق رغبة شعبية وسياسية وثورية، ومن صناديق الاقتراع التي سيتنافس فيها غدا مع المستقبل الذي يطالعه اليمنيون، إذ أن انتصاره يعني انتصار المستقبل في نظر ناخبيه. محمد النقيب لبرنامج أصداء اليوم. فاصل ونعود لاستكمال ما تبقى في هذه الحلقة من أصداء اليوم. أهلا بكم من جديد. العرس الانتخابي الرئاسي كيف ترتسم ملامحه واستعداداته في الحالمة تعز؟ من خلال تقرير محمود الحميدي. أقل من 10 ساعات تفصل اليمنيين عن صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستقود المرشح التوافقي عبد رب منصور هادي رسميا إلى سدة الحكم في اليمن. الحالمة تعز، وكما كانت صانعة هذا التحول منذ عام، تجري الاستعدادات النهائية فيها بوتيرة عالية لمشاركة فاعلة في هذا الحدث. هنا في اللجنة الإشرافية آخر اللمسات الفنية والإجرائية والأمنية، رغم وجود صعوبات يتمنى القائمون عليها أن تزول. صعوبات من نوع أنه الإعداد كان متأخرا باعتبار هذه الانتخابات النيابية مبكرة، وبالتالي اختزلت بعض المراحل وأحرقت بعض المراحل، فكان ينتج عنها تأخير ما في مستحقات، كما هو لدينا منذ الأمس نعاني من تأخير مستحقات بعض أفراد الحراسة الأمنية، ويعني امتناع بعضهم عن نزول الله بعد استلام الاستحقاقات،
هذا الموضوع الحقيقة ما زال الموضوع أخذ ورد مع اللجنة العليا للانتخابات. تقريبا نحن جاهزون، وطبيعي أن تكون هناك بعض الإشكالات الإجرائية في عملية سواء نقل الجنود أو عملية إيصال مستحقاتهم، ولكن كل هذه لا تمثل إعاقات رئيسية ممكن أن تؤثر على عملية الاقتراع صباح الغد. نحن الآن هنا لعمل حل لبعض الإشكالات بالنسبة للمناطق البعيدة، وبالذات فيما يتعلق بنقل بقية الصناديق وأيضا توصيل المستحقات واللجان إلى المناطق البعيدة. المراكز والدوائر الانتخابية صارت جاهزة لاستقبال الناخبين. هنا السجلات الخاصة بالمقيدين والأحبار وكبائن الاقتراع والصناديق الانتخابية بانتظار من يرمي فيها الورقة الأولى التي سيتغير بموجبها المشهد العام. كل الأطياف السياسية وكل الأحزاب تقوم بعمل مشترك وعملية متوافقة بين الجميع، ونطلب من جميع أبناء اليمن لأجل مصلحة اليمن ووحدة اليمن وتقدم اليمن أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، لأن هذا ينقذ اليمن ويخرجها إلى بر الأمان. بآمال كبيرة وأحلام مشروعة ينتظر الجميع أن يكون الغد أول أيام التغيير المنشود، لكن الأهم بنظر كثيرين في الوقت الراهن هو أن يمر يوم 21 من فبراير دون حدوث أي عراقيل. محمود الحميد، أصداء اليوم، تعز. ومن تعز ينضم إلينا الأستاذ عبد الرحمن الرميم رئيس اللجنة الإشرافية. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. مرحبا، أسعد الله مساك بخير، تحية لك ولقناة السعيدة. أشكرك أستاذ عبد الرحمن. وعبد الرحمن الرميمة. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن، حدثنا عن آخر استعداداتكم وتجهيزاتكم ليوم الغد. نحن في محافظة تعز استكملنا كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات، حيث وصلت كل اللجان الأمنية والفرعية إلى مراكز المديريات في جميع محافظة تعز، وصلت كل هذه اللجان إلى عدد 488 مركزا. استكملنا كل المستلزمات وكلها قد وصلت إلى مراكز الدوائر، والحمد لله كل شيء على ما يرام في محافظة تعز. طيب، وماذا عن صعوبات أو أي إشكالية تواجهكم في عملكم في محافظة تعز؟ هل تم تجاوزها؟ نعم، لقد تجاوزنا كثير من الصعاب. لابد في مثل هذا العرس الديمقراطي الكبير لابد أن نواجهه كثير من المعوقات، ولكننا بفضل القيادة الحكيمة لمحافظة تعز وللإخوة المواطنين للقوى السياسية استطعنا أن نتجاوز كل الصعاب. هناك بعض العراقيل كانت تحصل في بعض المراكز ولكننا تجاوزناها. أشكرك جزيلا الأستاذ عبد الرحمن الرميمة رئيس اللجنة الإشرافية في محافظة تعز. في عدن تأخذ متناقضات المواقف وتباينات الآراء مشهدها أمام التجهيزات النهائية للمراكز الانتخابية في عموم دوائر المحافظة. فرهان إخراج الوطن من أزماته على بوابة الانتخابات الرئاسية لا زال يحمل شوائب المواقف التي تحاول في عدن السلام أن تبسط مظاهر الخوف لدى الناخبين واللجان الانتخابية سعيا لتعطيل نجاح الانتخابات. لعدن تاريخ يستنهض به حين يحتاج الوطن لذلك. المزيد في التقرير. في سياق الجاهزية للمراكز الانتخابية للانتخابات الرئاسية المبكرة، وقبل يوم واحد فقط يفصل اليمنيين عن موعد إجرائها غدا الثلاثاء، تتعرض بعض المراكز الانتخابية إلى الاستهداف من قبل يحاولون عرقلة سير هذه العملية. فهنا في عدن تعرض مقر اللجنة الأصلية للانتخابات بخور مكسر الواقع بمبنى معهد أمين ناشر إلى هجوم بعبوة ناسفة نفذه مسلحون في وقت متأخر من مساء أمس. ويعد هذا الهجوم هو الثالث من نوعه والذي يستهدف مقر اللجان الانتخابية. الذي حصل في هذا المركز خمس الليل الساعة حوالي الساعة واحدة ونصف منتصف الليل، احنا جالسين منتشرين في الموقع وجات ممكن عبوه هكذا ناسفه ونسفت علينا الجدار الذي قد جحول، والحمد لله ما فيش جرحى ومن العسكر وكل شيء تمام.
أدى هذا التفجير إلى تدمير سور المعهد وأيضا إلى تدمير أجزاء من المسجد المقابل للمعهد وبعض نوافذه في مشهد وصفه شهود عيان بأنه أرهب الناس وأقلق السكينة العامة. نطالب الأخوة اليمنيين بشكل عام على استخدام العقل والرجوع على الضمير الإنساني لكوننا شعب عربي مسلم يجب الحفاظ على الأمن والاستقرار في مدينة عدن بالذات، والضرر سيضر الجميع لا يضر الإنسان بعينه بل تضررت بيوت الله. والانتخابات تمشي انتخابات ولا لا تمشي انتخابات، احنا اللي يهمنا الانتخابات، اللي يهمنا هو الأمن والاستقرار للجميع، فنرجو استخدام العقل. وإي إنسان يشتي ينتخب ينتخب، وإي إنسان ما يشتي ينتخب لا ينتخب يا أخي، يجلس في بيته. وفي ذات السياق تفيد المصادر أن بعض المناطق الأخرى بمحافظة عدن شهدت تفجيرات بقنابل صوتية بالقرب من بعض المراكز الانتخابية، إضافة إلى تهديدات تلقاها أعضاء اللجان الإشرافية في الدائرة 25 وغيرها. هذا وقد شهدت عدن أيضا تعزيزات أمنية لتأمين العملية الانتخابية وإبطال أي محاولات تهدف لتعطيل سير الانتخابات بمراكزها. وعلى صعيد متصل كان لقيادات المؤتمر واللقاء المشترك مهرجانا جماهيريا في صالة 22 مايو بعدن أقيم تحت شعار معا نبني اليمن الجديد، تأييدا ودعما لمرشح التوافق الوطني عبد الرب منصور هادي، في حين يرى مراقبون بأنه وبالرغم من كل المحاولات الهادفة إلى إفشال الانتخابات في الجنوب إلا أنها ستمضي قدما نحو الأمام. وينضم إلينا من عدن الصحفي أنيس منصور. أهلا بك أنيس. أهلا وسهلا أخي أنيس. حدثنا عن ظاهرة الاستهداف لمراكز انتخابية في محافظة عدن، واليوم نتحدث عن استهداف ثالث في خور مكسر. أستاذي طبعا بالنسبة لظاهرة الاستهداف هناك كثير من التحديات التي تقف أمام اللجان الانتخابية والمراكز، ومن بينها أحيانا الهجوم المسلح وأحيانا الاستهداف بمثل هكذا عدوات وأحيانا بماذا بالتهديد وأنواعه. لكن هناك تطورات جديدة في الساحة في عدن تحديدا، هناك حزام أمني وعسكري باستهداف نقاط تفتيش وتواجد أمني كثير جدا. قلل من هذه التهديدات ومن هذه التحديات، هناك عملية اعتقالات طالت يعني عدد من الناشطين. قالت السلطات الأمنية أنها جماعات من الحراك المتشدد كانت تخطط لاستهداف مراكز انتخابية. هناك مسائل من الحراك الجنوبي أعلنت المقاطعة ولكن تبرعت من العنف والتزمت، يعني ممكن أن تلتزم الصمت والسلمية بعيدا عن ممارسة الفوضى والعنف. أخي أيضا صور عبد الرب منصور اليوم في كل شوارع مدينة عدن بعد أن كانت هناك حملة لإزالة هذه الصور، لكن التواجد الأمني والعسكري حافظ على تواجد على الصور. أيضا السلطات الأمنية كشفت عن عملية تخويف، وعملية التخويف لهؤلاء الناس وهي من خلال استخدام بعض عبوات مادة الفلاش وبعض يعني التحضيرات الشعبية تصدر صوت كبير ويعقبها أيضا يعني إطلاق نار، مما يثير الرعب في نفوس الناس وعدم الذهاب وعدم الإقبال إلى صناديق الإسلحة حسب المصدر. أنيس، ماذا عن المواقف الشعبية لأبناء محافظة عدن والتي ستشكل سند رئيسي للمشاركة في الانتخابات وإنجاحها؟ أخي طبعا بالنسبة للجانب الشعبي هناك يعني من لا يريد أن يشارك ليس لأنهم عن حراك، ولكن داعي الخوف اللي حاصل والهلع والإثارة والفوضى اللي في حاصلة ربما ماذا تعيق يعني الذهاب أو التفاعل مع الجانب. وهناك أيضا ثقل سياسي موجود للجماعات الأخرى بما فيها أحزاب اللقاء المشترك، بما فيها ناس من المتعصبين على أن عبد الرب منصور جنوبي لابد أن يعني نحشد له ولابد أن نقف معه ولابد أن نواجهه. أخذوا الجانب القبلي، الجانب العنصري، الجانب يعني بهذا الاتجاه على أنه لابد أن نواصله، وأن لأول مرة رئيس جنوبي يرأس اليمن منذ 20 عام أو منذ تأسيس أو منذ تحقيق الوحدة اليمنية. بهذا الاتجاه هناك كثير من المفاهيم التي يتلقاها المواطنين من أبناء عدن للالتفاف حول مسألة أن الإدلاء بأصواتهم. هناك يعني حشد كبير جدا من قبل أحزاب اللقاء المشترك والشباب لمسألة الذهاب يوم غد ويعني وخرق عدد من المصاعب، لكن
الحراك الجنوبي دعا الى اسلام ودعا الى مسيرات، وهناك نوع من التناقض في حديث الحراك تحديدا، لان البعض من دعا الى حصن المدني، والبعض من دعا الى 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 الخروج بمسيرات، والبعض من دعا الى التجمهر امام المراكز الانتخابيه، والبعض من استخدم العنف لمساله انه لابد من ابعاد المراكز الانتخابيه. هناك تنوع كبير جدا في مساله ماذا سيحدث يوم الغد الاخر. اشكرك جزيلا انيس منصور، كنت معنا من عدن. برنامج أصداء اليوم عد مراسليه لنقل المشهد الانتخابي عبر بث مفتوح، سيكون عين المشاهد والمتابع لسير الانتخابات الرئاسية المبكرة لأهمية الاطلاع على واقع الجاهزية الانتخابية. اليوم سنتواصل مع مجموعة من الصحفيين لقراءة مسبقة عن هذا العرس الوطني، لكن قبل أن نرحل لنتعرف على آخر التجهيزات من بعض محافظات اليمن، ينضم إلينا الأستاذ عائض عبد الحميد الشميري، رئيس اللجنة الإشرافية للانتخابات في أمانة العاصمة. أهلا بك أستاذ عائض. يا مرحبا، مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير أستاذ عائض، حدثنا عن جاهزيتكم في أمانة العاصمة ليوم غد. شكرا كثيرا وشكرا لقناة السعيدة. وحقيقة جاهزيتنا في أمانة العاصمة أنها جاهزة تقريبا 100%، جميع المراكز جاهزة. جهزنا 179 مركز على مستوى أمانة العاصمة بكامل أدواتها بكامل وثائقها وبكامل صناديقها، وجاهزين منتظرين للمرحلة الحاسمة يوم غدا إن شاء الله. طيب، ما هي التسهيلات التي أخذتم بها لاستقبال الناخبين يوم غد؟ ما هي التجهيزات؟ التسهيلات، هل هناك يعني تسهيلات التي ستسهل عملية الانتخاب على المواطنين في الغد؟ عدة تسهيلات. أولا، بالنسبة للأشخاص الذين هم مسجلين في محافظات أخرى على مستوى الجمهورية، هذا قدمنا لهم التسهيل على أساس أنهم بإمكانهم أن يقترعوا في أي دائرة من الدوائر في أمانة العاصمة في مركز ألف، وخصصنا لهم لجان إضافية حوالي 76 لجنة. أيضا جانب النازحين وعددنا حوالي 14 لجنة. أيضا الجانب ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا سهلنا لهم بحيث أنه يسهل دخولهم وخروجهم ويكونوا سباقين في الاقتراع، وتسهيل الإجراءات حقهم على مستوى 2317 فندق. طيب أستاذ عائض، اللجان الأمنية الداعمة لإنجاح الانتخابات هل تفي بمتطلباتكم لإدارة عملية الاقتراع غدا؟ اللجان الأمنية طبعا كل لجنة فرعية أو رئيسية مصاحب لها طبعا لجنة أمنية محددة من غرفة العمليات في اللجنة العليا للانتخابات، وجاهزين بكل متواجدين ويؤدوا عملهم على أكمل وجه تحت إشراف اللجنة الإشرافية في الأمانة وكذلك بقية المحافظات. أشكرك جزيلا أستاذ عائض الشميري، رئيس اللجنة الإشرافية في أمانة العاصمة. ينضم إلينا أيضا لمتابعة آخر الاستعدادات ليوم غد للانتخابات، بداية من محافظة الضالع، الصحفي خالد الجحافي. أهلا بك خالد. أهلا وسهلا بك أخي. خالد، حدثنا عن آخر الترتيبات في محافظة الضالع. طبعا الضالع محافظة استثنائية ودائما تصدر المشاهد الساخنة، والضالع المديريات الجنوبية هي مغلقة تتابعا للحراك، يعني لم يصل أي عضو لجنة أو صناديق لا الأصلية ولا اللجان الفرعية إلى مراكز هذه المديريات. الجانب الآخر، المديريات الشمالية تتم العملية بسلاسة ودون أي مشاكل، بحيث تم تجهيز الاقتراع للمديريات الشماليه فقط، لكن المديريات الضالع الجنوبيه هي مغلقه، وبدات مساء هذا اليوم عند السادسه عصيانا مدنيا. يعني انا الان في وسط مدينه الضالع، اغلقت كافه المحلات التجاريه والاسواق بكل طوائيه بعد منشورات وزعها الحراك يطالبهم بالعصيان من السادسه مساء اليوم حتى الثانيه عشره مساء يوم غد. طيب، هذا الإقفال الذي تتحدث عنه، يعني هل هو بالقوة والعنف، يعني استخدم العنف والقوة لمنع دخول أعضاء اللجان الانتخابية إلى هذه المديريات؟ طبعا منذ حوالي أسبوعين هناك شد وجلد بين قوى الحراك واللجنة الإشرافية وقوى الأمن، تم على إثرها إجبار اللجنة الإشرافية على
نقل مقر اللجنة الإشرافية من مدينة الضالة إلى مديرية قعطبة. أشكرك جزيلا. اليوم نظمت مسيرة للحراك، مسيرة راجلة وبشارك فيها الآلاف، انطلقت من مدينة الضالة وحتى مدينة حتى سناح، وهناك حدث اشتباك في نقطة أهمية سقط على أسرى 7 جرحى من الظاهرين مقابل 2 جنود من قوات الأمن في النقطة في سناح. أشكرك جزيلا الصحفي خالد الجحافي، كنت معنا من الضالع. أيضا ينضم إلينا من عمران الصحفي محمود طه. أهلا بك محمود. أهلا مساء الخير استاذ محمود. حدثنا عن آخر الاستعدادات في عمران للانتخابات غدا. ما زالت تصلنا ما يقرب من 9 ساعات عن موعد الافتراع لانتخاب المرشح الرئاسي التوافقي عبد الرب منصور هادي. فقد استكملت اللجان الانتخابية الفرعية إلى جانب اللجان الأمنية كافة الاستعدادات والتجهيزات لبدء الافتراء صباح غد الثلاثاء، إلا أن هناك الدائرة 280 وهي إحدى الدوائر 13 وهي لمديرية حرب سفيان، التي قد لا تحمل أي مفاجأة ولا توفر أي حظ يذكر للمرشح الرئاسي، خاصة وأغلب تلك الدائرة تقع تحت سيطرة مسلحي الحوثي الذين فرضوا لجان أمنية من عناصرهم على لجان الانتخابات الأصلية والفرعية، بالإضافة إلى مراقبين على سير عملية الاقتراع والفرز غدا الثلاثاء. كيف فرضوا؟ كيف يمكن أن توضح لنا كيف فرضوا؟ لا توجد لجان أمنية من قبل قوات الجيش أو قوات الأمن، لكن هناك لجان انتخابية، لكن هناك لجان انتخابية ومراكز انتخابية. لجان انتخابية وأصلية وفرعية، لجان الاقتراع منتشرة في كل مراكز الدائرة. كما فرضوا أيضا مراقبين من قبل العناصر الحوثي، إلا أن هذه الدائرة قد لا تؤثر وقد لا تحمل تراجعا أو شيئا يمكن ذكره أمام الحشد المتواصل والحشد الكبير الذي حشدته جميع أحزاب التوافق السياسي لعملية الانتخابات، وقامت أيضا بتشكيل لجان عمل ولجان دفع بالناخبين إلى مراكز الاقتراع فيما يقرب من 22 مديرية. أشكرك جزيلا الصحفي محمود طه، كنت معنا من عمران. وينضم إلينا من شبوة الصحفي محمد عبد العليم. أهلا بك محمد. نعم محمد، ماذا لديك عن آخر الاستعدادات والترتيبات في شبوة؟ والله آخر المعلومات اللي وصلتنا من لجنة الانتخابات أن سوف يتوجه في محافظة شبوة أكثر من 230 ناخب وناخبة، سوف يتوجهون على عدد من المراكز وسط قطع من الحراك الجنوبي الذي قطع الانتخابات في عدد من مديريات شبوة، وحيث أن مجموعة من أنصار الحراك السلمي لمحافظة شبوة قاموا اليوم باقتحام أحد المراكز الاقتراع، وتم العبث بجميع محتوياته وتدمير المركز، وبعدها تدخل رجال الأمن و قاموا بإطلاق النار والغازات النفسية للدموع، وفي عدد من المتظاهرين عدد 10 وتم إسعافهم إلى مستشفى عقب. أشكرك جزيلا محمد عبد العليم، كنت معنا من شبوة. ينضم إلينا أيضا من أبين وتحديدا من لودر الصحفي عبد الله العامري. أهلا بك عبد الله. أهلا عبد الله، حدثنا عن آخر الاستعدادات اليوم غد للانتخابات في أبين. بصراحة في المنطقة بالذات في لودر الدائرة 121 التهيئة والاستعدادات تعرف بشكل بطيء جدا ومتساقل، ولم تستطيع اللجنة الأصلية أن تقوم بإجراء العملية بالتجهيز العملية الانتخابية بصورة جيدة، وذلك من خلال عدم إقامة دورة للجان الصناديق لتأهيلهم كيف تتم العملية، وكذلك إلى حد الآن لم يتم توزيع الصناديق على المراكز الانتخابية، وأيضا لم تدفع مستحقات اللجان الانتخابية لجان الصناديق، وأي كما أن أيضا السيئة ضعيفة من جوانب عدة، منها عدم وصول
اللجنة بكاملها إلى الدائرة 121، والصناديق لم توصل إلا صباح اليوم عبر طائرة، عبر طائرة هليكوبتر إلى موقع الجيش. ولذلك يعني إلى حد الآن لم يتم توزيع الصناديق ولم يتم توزيع لجان الصناديق، وبنشوف يوم وبنتابع يوم غدا إيش اللي ممكن يحصل. سنتابع معك أكيد يوم غد. أشكرك جزيلا الصحفي عبد الله العامري من لودر أبين، وينضم إلينا من لحج الصحفي أبو بكر الجبولي. أهلا بك أبو بكر. أهلا وسهلا بكم أبو بكر. حدثنا عن آخر الاستعدادات في لحج. بالنسبة لمحافظة لحج، عدد الدوائر الانتخابية في المحافظة 12 دائرة نيابية مقسمة إلى 282 مركزا و 1127 صندوقا انتخابيا، إلا إذا هناك صعوبات كبيرة في إيصال تلك الصناديق إلى مقرات المراكز الانتخابية. وما تزال حتى هذه الساعة 6 دوائر انتخابية بالكامل في عاصمة المحافظة الحوطة لم تتمكن اللجنة الإشرافية واللجان الأصلية من إيصالها إلى مقراتها الرئيسية في المديريات. هذه الدوائر الانتخابية هي الدائرة 75 و 76 و 77 و 78 و 79 و 80، وبقية الدوائر بشكل جزئي بحسب تأكيدات اللجان الأصلية ومصدر في اللجنة الإشرافية بالمحافظة. بينما في هذا الجانب أيضا يجمع رؤساء اللجان الأصلية على وجود إهمال أمني كبير جدا في ظل انتشار نقاط مسلحة للحراك على طول الطرقات العامة تستولي على الصناديق الانتخابية حال وصولها. وبالمقابل هناك مراكز انتخابية طابع المواطنون الانتخابات فيها بسبب استقرارهم لخدمات الدولة وليس لغرض سياسي. وكان السلاحون قد اعترضوا سيارة أمين عام المجلس المحلي لطور الباحة وأطلقوا عليها النار محاولين الاستيلاء على عدد من الصناديق الانتخابية التي كانت محوزته في طريقها إلى مركز منطقة الدائرة 73، إلا أنه نجا وتمكن مرافقوه من إيصال الصناديق للمركز. طبعا من جهته من جهة أمن لاحق أوضح بأنه ألقى القبض على مجموعة من على 3 أشخاص يحوزون عبوات مسجلة وقنابل ووثائق وملابس عسكرية مزورة في المدينة الخضراء محافظة لاحق، وأضاف أنه كانت أن هذه المسجلات كانت لغرض الهجوم على مراكز انتخابية. طبعا مساعي كثيرة تبذلها وجهات اجتماعية ورسمية على مستوى المحافظة ومديرياتها لنزع كثير التوتر بين الحراك الجنوبي والقوى السياسية الداعمة للمرشح الرئاسة المشير عبد الرب منصور هادي، لكن تلك المساعي لم تنجح حتى اللحظة وفي بعض المناطق وبشكل محدود. أشكرك جزيلا الصحفي أبو بكر الجبولي، كنت معنا من لحج. إذن بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من أصداء اليوم. غدا سنكون معكم من خلال قناة السعيدة في بث مفتوح ومباشر يبدأ مع بداية عملية الانتخاب 8 صباحا، يوم كامل سنكون معكم من خلال بث مفتوح على الهواء مباشرة لنرصد ونتابع معكم تفاصيل سير الانتخابات يوم غد الثلاثاء 21 من فبراير. دمتم ودام اليمن بخير، إلى اللقاء.